بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شغلني الأسبوع ده إن في ناس لما تيجي تشرح الفداء بيركزوا على جانب واحد من شرح الفداء. انتوا عارفين احنا المسيحية أهم عقيدة بعد إعلان الثالوث الأقدس التجسد والفداء، المسيح فدانا. والأسبوع ده اللي جاي كله احنا عايشين في أسبوع البصخة، البصخة أو الفصح. المسيح ذبح لأجلنا، لأجلنا، يأدي الفداء. إنما في ناس ابتدت تشكك في الفكرة اللي كنا دايما نتعلمها من صغرنا، إن المسيح جه كمخلص أو كفادي ينطبق فيه الشروط لأنه لم يفعل خطية، وخطايانا جريمة غير محدودة، فالمسيح جاي يدفع ثمن خطايانا لأنه هو الوحيد الذي لم يخطئ، وهو الوحيد بحكم ألوهيته الغير محدود فيقدر ينوب عن كل البشر. مش ده اللي انتوا اتعلمتوه من صغركم؟ في ناس اليومين دول بتشكك في الكلمتين دول وبيعترضوا على ما سموه هم البديل العقابي. انا عارف ان الموضوع بالنسبة للناس منكم مش فارقين، انتوا ناس طيبين وفرحانين ان اسبوع الالام قرب وهنفضل نقول سكتتي قوم ونتمتع بصليب المسيح. انما لازم ندرك شوية ان في بدع حديثة وفي ناس بتحاول تشكك المؤمنين في بعض الجوانب. فأنا النهاردة عاوز أحكي لكم الكنيسة طول عمرها فهم الفداء إزاي، لأنه هو الصليب له جوانب متعددة، والإنجيل نفسه لما شرح الفداء شرحه بأكتر من طريقة وبأكتر من جانب، والمفروض إحنا كخدام نبقى مستوعبين ده كله. والأباء والكنيسة لا اعترضوا أبدا على كلمة عقاب ولا اعترضوا عمرهم على كلمة بديل. فكرة النيابة موجودة في تعليم القديسين، وفكرة ان المسيح مات بدلنا ما كانتش مرفوضة ابدا في التعليم زي ما البعض بيدعي. وفكرة العقاب طبعا تحمل عقاب خطايانا طبعا، وظن انه اغلبكم حاسس انه انا بتكلم في ايه، ده كلام بديهي، لكن عشان في ناس هيلخبطوكم في الزمن ده ويقولوا ربنا ما بيعاقبش. ما بيعاقبش ازاي؟ ده في مئات من الايات فيها قضاء وفيها عدل وفيها عقاب وفيها دينونة، وكل ده في الإنجيل. هيتسال ده كله عشان نرضيهم، وبعدين يمسكوا كل كلمة من دول ايه يحوروها عشان يطلعوا بمعنى. خلي بالكم هم اللي يقولوا ما بيعاقبش لأنه مش قاسي. هو كل عقاب معناه قسوة؟ مش انتوا أباء وأمهات عاقبتوا عيالكم معنى كده ان انتوا مفتريين؟ هل لما نقول ربنا يعاقب أو إلهنا عادل وقاضي عادل ده معناه انه مفتري؟ ده معناه انه قاسي؟ ده معناه انه بطل يبقى محبة؟ ده من محبته لازم يعاقب. وإلا لما يشوف واحد مظلوم عمال يتقهر وما بيعاقبش الظالم يبقى ما بيحبش المظلوم برضه، مش كده؟ فإذا في تشكيك في ما يسمى العقاب، وفي تشكيك في موضوع البدل أو النيابة. فالأول هعرض عليكم بعض أقوال الآباء اللي هتلاقوا نفسكم مرتاحين لها قوي، لأن القديسين لما شرحوا الصليب والفداء شرحوه بسلاسة. وعلى فكرة احنا لما بنصلي قداساتنا دايما نذكر الفداء والكفارة ودفع الدين، وكل المعاني دي موجودة في القداسات وموجودة في الأجبية، ودي صلواتنا العادية. فالاتجاه الجديد ده عاوز يشكك حتى في الصلوات البسيطة. للأسف بعض هؤلاء المتفلسفين الجدد ابتدوا يركزوا على كلمة ويشيلوا كلمة، يعني يقول لك مثلا قول من أجلنا بس ما تقولش إيه عنا، أو قول عنا ما تقولش من أجلنا، أو ما تقولش من أجلنا ولا عنا قول صلب بنا. الحياة دي فلسفة، لأن احنا مثلا في قانون الإيمان بنقول إيه؟ هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل، خلاص يبقى من أجل دي مزعلة حد؟
من أجلنا. يعني هل المسيح مات عشانه هو؟ لا طبعا، عشان نحن. هو ما كانش محتاج يموت ولا محتاج يقوم، لأن لاهوته لا يموت من جهة لاهوته، إنما تجسد لكي يموت من أجلنا. طب أدي من أجلنا، بعدها بسطرين في قانون الإيمان نقول إيه؟ الذي صلب عنا. طب ما يبقى قانون الإيمان قال من أجلنا وقال عنا، عشان في ناس بتفرق دي عن دي. على فكرة في الإنجليش هي نفس الحرف، for us and for our salvation، من أجلنا ومن أجل خلاصنا، وبعدين نقول crucified for us، هي for برضو اللي هي عنا زي من أجلنا. لكن في ناس تقعد تقول لا دي ليها حاجة ودي ليها حاجة. الحقيقة الكتاب ما قالش كده. يعني المسيح بيعمل كل اللي بيعمله عشاننا، طبيعي بديهي، لأنه هو لا يحتاج الخلاص لنفسه، هو مخلص ولا يحتاج للخلاص. احنا كلنا كبشر من أمنا العذراء لغاية عندنا نحتاج المخلص، لدرجة هي قالت ايه؟ مخلصي، مش كده؟ في التسبيحة بتاعت العذراء قالت ايه؟ تبتهج روحي بالله مخلصي، وكأنها تحتاج خلاص زينا، طبيعي. برضو عاوز احكي لكم على حكاية بنا دي. بعض الجماعة دول يقولوا ايه؟ المسيح مات بجسدنا. طب حياتك ما كنتش ليك جسد، ما كنتش اتولدت. هو المسيح خد جسد طبيعتنا، لكن جسدك الخاص بيه، الجسد الخاص بيك مات يوم ما اتعمدت. فالمسيح له جسد خاص بيه، وهوريكم دلوقتي في تعبيرات لأثناسيوس يعني ايه جسد خاص بالمسيح. هو من نفس طبيعتنا البشرية، لكن تعبير انه مات بنا لازم يؤخذ بحذر. فهم يقول لك لا مات بنا يبقى مش من اجلنا. لا يا سيدي، مات من اجلنا ومات عنا. ولو قلت مات بجسدنا اقول لك ماشي، بس انا ما متش على الصليب، انا مت في المعمودية، دفنا معه في المعمودية. يبقى يوم ما تعمدت انا فعلا في اللحظة دي مت وقمت مع المسيح، لكن ما تقوليش ان انا مت معاه في يوم صليبه، انا ما كنتش موجود اساس، وانا ليا جسد خاص بي وهو له جسده الخاص بي، لكن هذا الجسد من نفس طبيعتنا. واضحة؟ هنشوف القديسين قالوها ازاي. لنتأمل دم المسيح. قديس كليماندوس الاسكندري ده من القرن الثاني. انه دم المحبة الالهية للتكفير عن خطايانا جميعا. يبقى في حاجة اسمها ايه؟ تكفير او كفارة. لان في ناس حتى الكلمة دي يفتكروا انها مش مسيحية. لا دي كلمة مسيحية طبعا. المسيح جه كفر عن خطايانا. ايوه طبعا. مش احنا عارفين ان الخروف بتاع اليهود بتاع زمان كان كفارة عن الخطية؟ طب ما ده كان رمز للمسيح. بطل الخروف وفضل المسيح كشاة يساق الى الذبح. ليه؟ الشاة بتاعت زمان كانت تكفر عن الخطية. احنا المسيح هو حملنا. حمل اللي هو الحمل يعني، لما يوحنا المعمدان شاور عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع او يحمل خطيئة العالم. قول اخر يقول ايه؟ ان هدف كفارة المسيح، خلي بالكوا ده قديس ايرينيوس برضو من القرن الثاني، يعني دي تعبيرات قديمة جدا، القرن الثاني، تخيلين. هدف كفارة المسيح هو إيفاء مطالب العدل الإلهي. دي حتة بيعترضوا عليها الجماعة الجدد دول، يحبوش أبدا كلمة عدل دي، ولا كلمة مطالب، ولا إيفاء، ولا استيفاء، ولا كلام زي كده. طب وهو يعني ما هو طبيعي في حكم، والحكم صدر والإنسان محكوم عليه، والمسيح جه يسدد الحكم ويدفع الثمن ويدفع الفدية. ايه الغلط في اللي احنا بنقوله؟ خلي بالكوا ده ليس المعنى الوحيد للصليب، عشان هما بيركزوا على حاجة اسمها تجديد الطبيعة. هنشرح طبعا الصليب والقيامة عملوا حاجة اسمها تجديد للطبيعة، خلق جديد للبشرية، رفع الفساد، بس ده ما لغاش ابدا رفع حكم الموت او الكفار. هو ايفاء مطالب العدل الالهي نيابة عنه، ومن ثم كفر عن خطايانا الى الابد. بصوا هنا في كلمة نيابة، نيابة يعني نابة عن، فمن كلمة نيابة النيابة يعني ينوب. وهنا في فكرة الكفارة واضحة، وكذلك العدل الإلهي. حكمة أخرى القديس كليماندوس الروماني ده من القرن الأول، ده قبل دول كمان، في نهاية ده تلميذ الرسل على طول ده.
إن المسيح تحمل آلام الخطية عنا وبذلك خلصنا منها إلى الأبد. يعني إحنا ليه لما نيجي نروح السماء الخطايا مش هتقف لنا حاجز؟ ليه؟ لأن هو دفع ثمنها، هو غطى عليها بصليبه. امال إحنا فرحانين بالصليب ليه وبالدم ليه وبالقيامة ليه؟ لأن أنت داخل السماء مدفوع الثمن خلاص، متغطي على كل خطاياك. الخطية هي خطيتنا، ده أوسطينوس بقى نقلنا للرابع والخامس. وقصاصها كان يجب أن يحل بنا، قصاص ها؟ قصاص عقاب، لكن المسيح حمل هذا القصاص عوضا عنه وبذلك أعتقنا من الخطية إلى الأبد. حمل القصاص، يبقى فيه قصاص والمسيح شاله. حد فيكم متضايق من الكلام ده؟ حد فيكم حاسس كلام غريب عن اللي احنا عشنا فيه من صغرنا؟ ما هو ده اللاهوت الأرثوذكسي اللي احنا استلمناه وعايشين بيه. إن اللوغوس أقنوم الكلمة، الابن الذي خلقنا، لم يتركنا بعدما أخطأنا، بل أتى إلى عالمنا وخلصنا من خطايانا السابقة. ده واحد اسمه بابياس. أغناطيوس الأنطاكي برضو، ده قديم أول، ده القرن نهاية الأول. نحن نؤمن أن المسيح مات عوضا عنا، عوضا ها، هذه الفكرة البديل أو العوض أو البدل أو النيابة، من جهة الناسوت، لأن اللاهوت لا يموت، لكنه لم يموت من جهة اللاهوت لأن اللاهوت لا يموت. كلكم فاهمين دي؟ المسيح لاهوت وناسوت في شخص واحد، لكن إيه اللي بيموت في المسيح؟ الناسوت، لأن اللاهوت غير معرض للموت. فهنا بيشرحها بس أنه مات فعلا لكن مات بجسده، يا من ذاق الموت بالجسد. ده كتفسير حدث الموت، زي ما أنا لما موت بيتقال إيه؟ فلان مات بس مات بجسده، روحه ما ماتتش. يعني حتى الإنسان من ناحية جسد وروح هو اللي بيموت فعلا إيه؟ الجسد، الروح ما بتموتش. طب ما بالأولى بقى لما نطبق ده على حقيقة طبيعة المسيح، المسيح لاهوت وناسوت، ناسوت قابل للموت ولاهوت غير قابل للموت. إن الله عادل، ده أوريجينوس ده العلام، والعادل لا يبرر الخطاة. يعني إيه؟ لو قاضي عادل طلع مجرم بريء دون ما يدفع الدين اللي عليه أو يسدد العقوبة ما يبقاش عادل، بس كده؟ إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالته، وبما أنه لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة سواه، ولأنه هو الذي يعرف مطالب عدالته، لذلك حل اللاهوت في المسيح الجسد المأخوذ من أم النور مريم ليقوم بهذه المهمة الصعبة حتى يبرر كل خاطئ يؤمن به إيمانا حقيقيا. يبقى هنا في تسديد لمطلب العدل الإلهي. يبقى الكلام ده ما كانش منافي للاهوت زي ما بيدعوا النهاردة وبيقولوا لا ده كل ده غريب، وبيقولوا البابا شنودة اللي دخل الحاجات دي. ادي عندنا قديسين من القرن الاول والتاني والرابع بيقولوا كلام. أثناسيوس له كلام كتير. ان كلمة المسيح جاء الى العالم لكي يخلص الناس من خطاياهم، بتحمله في نفسه الدينونة التي يستحقونها. يبقى المسيح تحمل الدينونة. يعني الدينونة، أنا كنت مدان، أنا وأنتم دينونة أبدية، يعني كنا رايحين جهنم. فتحمل هذا الدينونة أو الإدانة، الحكم ده تحمله في نفسه بسبب تلك الخطايا. عشان كده بنقف قدام صليب المسيح في خجل، في تمجيد، لأن إحنا اللي عملنا كده، إحنا اللي تسببنا في العذاب ده، ولأننا فاهمين إن إحنا بنعلق كل خطايانا عليه. والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إن الله غطى بأعماله كل البشر الذين سبقوا، يعني بأعمال صليبه الكفارة اللي قدمها تغطي كل خطايا العالم. بس مين بقى يؤمن؟ مين يتعمد؟ لا، ده كل واحد وراحته. لكن كان على المسيح وعمله يغطي البشرية كلها. كيرولوس الأورشليمي ده كان إيه في القرن الرابع يوعظ الموعوظين بالذات قبل ما يتعمدوا. كنا أعداء لله بالخطي، وقرر أن يموت الخاطئ. كان لابد أن يحدث أحد أمرين، إما أن الله في صدقه يهلك كل البشر، ما هو الحكم كده، حكم خلاص بموت كل الخطاة، يبقى كل البشر هيهلكوا.
أو بشفقته يمحو الحكم، لكن بحكمة الله قدر يحتفظ بالاثنين، الشفقة اللي عاوزة تبرئ الإنسان والعدل اللي لازم يحكم على الإنسان. أخذ المسيح خطايانا في جسدي على الخشبة حتى بموته نموت عن الخطية ونحيا للبر. غريغوريوس النيسي ده واحد من أباء القرن الكبدوك بيسموهم الرابع والخامس، إن اختياره أن يخلص الإنسان هو شهادة لصلاحه، وجعله فداء الأسرى كموضوع مبادلته. يبقى في فكرة البدل دي، يعني إيه؟ هو اللي استبدل الأوضاع. حتى أثناسيوس يقول أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، يعني هو جي كعبد عشان إحنا نطلع من العبودية، هو جي موت عشان إحنا الموت يبطل فينا وناخد الحياة الأبدية، هو جي بقى خاطي بسببنا، هو مش خاطي، عشان إحنا نبقى قديسين بسببه. يبقى حصل البدل، واضحة؟ وجعله فداء الأسرى كموضوع مبادلته معهم، هو شاهد لعدله. يبقى دي شهادة لعدله، عشان كده على الصليب الرحمة والعدل التقيا. في رحمة واضحة قوي في الصليب، وفي عدل واضح قوي في الصليب، لأنه لو المسيح كان عفى عن كل البشر يبقى مش إله مش عادل، ويبقى الظالم زي المظلوم، ويبقى اللي افترى زي اللي ايه اللي تعذب. لا، في عدل، والعدل ده له ثمن، والمسيح له المجد بيدفع الثمن لكي يبرئ الإنسان ويديله حياة أبدية. لم يكن الذي مات من أجل خطايانا جميعا مجرد إنسان عادي أو مجرد حمل، ولم يكن حتى ملاك، لكن كان هو الله الذي تأنس، فلم تكن خطية الخطاء أعظم من بر ذاك الذي مات لأجل الجميع. يعني خطايا البشر كلهم أقل من بره، بره يغطي على الكل. قديس أمبروسيوس يقول إيه؟ إني لمديون لك يا سيدي يسوع المسيح. ده معلم أغسطينوس، قديس أمبروسيوس بتاع ميلانو. ليس لأنك خلقتني، لأنك في عمل الخليقة لم تقل إلا كلمة فكان كل شيء. يعني أنت يوم ما رب خلقتني أنت ما تعبتش بصراحة، أنت قلت إيه؟ كن فكان. إنما أنا مديون لك مش عشان عملتني إنسان، ودي حاجة كبيرة، لا، أنا مديون لك بالأكتر لأن ديني عظيم لك لأنك فديتني، إذ أن فدائك كلفك احتمال ما لا يقوى العالم كله على احتماله. يبقى هنا تاني فكرة الدين، إن احنا مديونين لربنا إنه شال عننا كل ده. من رسائل القرن الثاني المشهود لها في كتب القديس الآباء، حمل بنفسه أسامنا، بذل ابنه فدية عنه، القدوس من أجل الأسمة، الذي بلا لوم من أجل الأشرار، البار من أجل الفاسدين، غير المائت من أجل الميتين. أي شيء كان يمكن أن يستر خطايانا غير بره؟ وبمن كان يمكن لنا نحن الأشرار والأسمة أن نتبرر سوى بابن الله الوحيد؟ يا للمبادلة العزبة. يعني البدل ده ما أجمله. تصور تبقى أنت إيه؟ جوه السجن، تطلع من السجن ويدخل المسيح مطرحك في السجن وتطلع انت البراءة، ده بدل جميل قوي. وهو لأنه قادر يطلع من السجن هيطلع. يا للمبادلة العزبة، أن تختفي شرور الكثيرين في الواحد البار، وأن يتبرر الكثيرون من الأسمة ببر الواحد. هقول بقى جزئين من تجسد الكلمة، لأن ده للأسف بيستخدموه أحيانا برضو لتوصيل فكرة معينة. كتاب تجسد الكلمة كتاب رائع جدا، مرجع أساسي للقديس أثناسيوس، موجود بأغلب لغات العالم وموجود عربي. لكن الكتاب ده شرح الفداء زي ما شرح التجسد، وشرحه من أكتر من مفهوم. كلام هيفرق معاكم لو استوعبتوا، عشان لو جالكوا كده كلمة كده ولا كده تلخبطكم تبقوا إيه عندكم ردود، لأنه على الأقل هنشرح أربع أبعاد للصليب، منها مثلا الصلح. فكرة الصلح دي أساسية جدا في الكتاب المقدس، وهي بسببها صلاة الصلح اللي في القداس. طب ده دي طريقة شرح للصليب، ان في خصومة بين الأرض والسماء، في عداوة حصلة، فالصليب أو الفداء أصلح الأرضين والسمائين. أهو ده جانب من جوانب شرح الصليب والقيام. هل عشان أنا بقول دفع الثمن ألغي موضوع الصلح؟ لا، ما هو ده مرتبط بده.
فساعات لما الواحد يركز على معنى واحد يلغي بقية المعاني. لا، ما هو كل المعاني متكاملة، لأنه احنا اللي بداخلين نحتفل بيه ان المسيح بيحبنا، بيموت عشان، بيموت عشاننا. دي تأثيرها ايه؟ تعالى بقى نحكي فيها من هنا لآخر الزمن، لأن تأثيراتها ملهاش آخر من كتر جمال. فمثلا بعض كلمات القديس أثناسيوس: وهكذا إذا اتخذ جسدا مماثلا لطبيعة أجسادنا، وإذ كان الجميع خاضعين للموت والفساد، بذل جسده للموت عوضا عن الجميع. بصوا، عوضا دي أصلها في ناس ما بتعجبهاش، لا، هو مات عوضا عن الجميع، وقدمه للآب. كل هذا فعله من أجل محبته للبشر. متفقين، هو مش محتاج يموت، وهو مش محتاج للخلاص لنفسه. أولا، بصوا بقى، القديس أثناسيوس بيفصل هنا: لكي إذ كان الجميع قد ماتوا فيه فإنه يبطل عن البشر ناموس الموت والفناء، ذلك لأن سلطان الموت قد استنفذ في جسد الرب. يعني الموت ملوش حق علينا بعد كده، خد حقه من المسيح. واخدين بالكم؟ الدفع الثمن في المسيح. فيجي يكلمنا نقول له احنا تبع المسيح، مدفوعين، انا تبعه. فهو خلاص، انا من خلال جسد المسيح، عشان كده لازم نوصل للمعمودية والتناول. خلاص، لا يكمل ابدا بدون معمودية تلزق في المسيح، وتناول تفضل لازق في المسيح. عشان كده النهاردة لما تناولته، هذا هو الجسد المحيي، جسد اللي اتصلب ده هو اللي تناولناه. فالجسد اللي انت اكلته هو ده اللي دفع ثمن خطيتك. فانت خلاص لما خدت جسد ودم المسيح تمتعت بالخلاص، الفداء كله بقى جواك. يقول لأن سلطان الموت قد استنفذ في جسد الرب، فلا يعود للموت سلطان على أجساد البشر. ثانيا، فإن البشر الذين رجعوا للفساد بالمعصية يعيدهم إلى عدم الفساد. يعني إيه؟ في مرض اسمه فساد دخل طبيعتنا البشرية. لما المسيح تجسد ومات قتل الفساد الموجود في طبيعتنا البشرية، ويحييهم من الموت بالجسد الذي جعله جسده الخاص. خلي بالكم من جسده الخاص. وبنعمة القيامة بيبيد الموت منهم كما تبيد النار الأش. هو ليه المسيح كان لازم يقوم؟ لأنه لما قام غلب الموت. لما مات غلب الفساد والخطية، ولما قام غلب الموت. يبقى احنا طلعنا كسبانين ايه؟ غالبين الخطية والفساد والموت، فطلعنا ايه؟ براءة من كل، لا علينا احكام ولا علينا سلطان موت. فلما نيجي نموت دلوقتي نقول لك انا داخل انام، انا هصح، انا مطمن ان انا هصح. ليس موت بعد لعبيدك بل انتقال. ايه اللي عمل كده؟ انه قام من الموت، وجسده اللي قام بيه ده هو اللي لزقت انا فيه بالمعمودية والتناول، بتناول جسد المحي اللي فيه قوة القيام. تعبير آخر لأثناسيوس، ده كان الفصل التاسع، ده الثامن: فلقد أدرك الكلمة جيدا أنه لم يكن ممكنا أن يقضي على فساد البشرية بأي طريقة سوى الموت نيابة عن الجميع. يبقى النيابة اتكلم فيها أثناسيوس، لأن في ناس وبرضه نفهمها زي ما قصدها مش زي ما حد عاوز يفهم. ومن غير الممكن أن يموت الكلمة، لأنه غير مائت من ناحية كونه كلمة الله، وغير قابل للموت كلاهوت يعني، بسبب أنه ابن آب غير المائت، لهذا اتخذ لنفسه جسدا قابلا للموت. فهمتوا الفكرة؟ يبقى ليه خد جسدنا؟ عشان ينفع يموت كده، لكن كإله هو مش هينفع يموت. حتى أنه عندما يتحد هذا الجسد بالكلمة الذي هو فوق الجميع، يصبح جديرا ليس فقط أن يموت نيابة عن الجميع، بل ويبقى في عدم فساد بسبب اتحاد الكلمة به. ليه المسيح تجاوزا لما دخل القبر جسمه ما تحللش زي البشر؟ عشان لاهوته فيه، فاللاهوت طبعا يمنع الحكاية دي، واضحة؟ فيبقى في عدم فساد. من ذلك الحين فصاعدا يمنع الفساد من أن يسري في جميع البشر بنعمة القيامة من الأموات. لذلك قدم للموت ذلك الجسد الذي اتخذه لنفسه كتقدمة مقدسة. يبقى المسيح قدم جسده ذبيحة كفارة عن خطايانا، دافعا للدين، نائبا عن كل البشر، محكوم عليه بسبب خطايانا، معاقب لأجلنا. كل المعاني دي مقبولة أبائيا وكنسيا.
ولأن كلمة الله وفوق الجميع قد كان لائقا أن يقدم هيكله الخاص، يبقى المسيح له جسد خاص به، وأداته البشرية اللي هي جسده فدية عن حياة الجميع، موفيا دين الجميع بموته. يبقى في حاجة اسمها إيفاء الدين، ذكرها أثناسيوس عشان بينكروها على الآباء، لا في دين مدفوع. هكذا باتخاذه جسدا مماثلا لجسد جميع البشر وباتحاد بهم، فابن الله عديم الفساد ألبس الجميع عدم الفساد، لأنه ابن الله عديم الفساد ادى عدم الفساد للبشرية. ده اللي هنتمتع به في يوم القيامة بقى في الأبدية بوعد القيامة من الأموات. ولم يعد الفساد الفعلي بالموت له أي سلطان على البشر بسبب الكلمة الذي جاء وسكن بينهم بواسطة جسد. هبسط بقى عشان أنا عارف بعضكم حسها تقيل شوية. أشرح الأربع جوانب اللي عاوز أشرحهم من الصليب والفداء. أول جانب هنسميه جانب الخلاص، كلمة إيه؟ يخلص. ومعلش عشان هنحفظ في الآخر أربع كلمات بالإنجليش، جميل فيهم إن الأربعة بالآر. ريسكيو، ريسكيو اللي هي زي تو سيف، ينقذ، ينقذ أو ينجي أو يخلص. فأول معنى هننشغل بيه تو ريسكيو، ودي طبعا موجودة في أقوال القديس بولس. هقرأ نص بس عشان أوريكم أول جانب للصليب، عملية الإيه؟ الإنقاذ. الصليب ينقذ البشرية من وحش الهلاك الأبدي ومن شيطان الخطية والفساد والموت اللي في رجليهم. يقول أنقذنا من سلطان الظلمة، نقلنا إلى ملكوت ابن محبتي. عملها إزاي دي؟ أنقذنا إزاي؟ ونقلنا إزاي؟ الذي لنا فيه الفداء بدمه. يبقى الفداء عمل عملية إنقاذ. وابتدى يشرح من هو المسيح، فقال ده هو صورة الله المنظور، يعني الله الذي يرى هو المسيح، هو نفسه الله، لكن الله في حقيقته لا يرى، بالتجسد صار الله يرى، فهو صورة الله غير المنظور، وهو اللي فيه خلق الكل. يقول رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات ليكون متقدما في كل شيء. يبقى هو دخل فتح السجن بنفسه، أنقذنا من سلطان الخطية. وهنا نقل على معنى تاني لسه هنشوفه، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. يبقى كأن المسيح على الصليب عمل إيه؟ إيد مسكت السماء وإيد مسك الأرض ورجعهم أصحاب تاني. هو واحد مع الآب في الجوهر، مش كده؟ إله حق، وهو ابن للإنسان زينا بالظبط. فعمل إيه؟ جاب الله والإنسان صالحهم ببعض، كل ده على الصليب بدم صليبه. يبقى في جانب اسمه الإنقاذ وجانب اسمه المصالحة، والاتنين في الصليب. فاللي يركز على واحد ينكر التاني ليه؟ ده مهم وده مهم، والكنيسة قالت ده وقالت ده، القديس بولس نفسه في باراجراف واحد ذكر ده وده. سواء كان مع على الأرض أو في السماء، أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين، لأنه بيكلم ناس ما كانوش حتى يهود، قال لهم لا ده جابكوا كده من آخر الدنيا، وقالوا ادخلوا في المصالح، ادخلوا في العقد اللي بين الله والإنسان. صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، لأن الموت هو اللي أبطل العداوة، أبطل الخصام، هو اللي شال المسافة اللي بين الأرض والسماء. فلما مات المسيح داس الموت المعطل للمصالح. يبقى أول معنى سميناه إيه؟ to rescue، الخلاص، اللي ينطبق عليه كلمة أنقذنا. ساعات تتقال to deliver أو to save أو to rescue، المهم ده فكرة الإنقاذ أو الخلاص. وده أكتر فعل مستخدم في الليتورجيات اللي هي في القداسات، نقول إيه؟ أتى وخلصنا، قام وخلصنا، صلب وخلصنا. فتلاقوا كلمة مخلص وخلاص هي أكتر كلمة شائعة. وخلاص معناها إيه؟ في مشكلة عاوز أخلص منها، أو في هم كبير عاوز أخلص منه. إيه الهم الكبير؟ هم الموت، هم الفساد، هم الشيطان. يبقى المسيح بالصليب كسر دماغ الشيطان وغلب الموت وغلب الخطية، فأنقذنا فخلصنا زي اللي كنا في سجن وطلعنا. واضحة لغاية كده؟ يبقى ده معنى بسيط واحنا واخدين عليه، ده جانب من جوانب الصليب او تعبير معين. نفس المعنى ده قاله في عبرانيين لما بيقول يعتق، يعتق. بصوا بقى اللي عاوز يحفظ آراء تانية،
تو ريسكيو زي تو ريليس. ريليس يعني ايه؟ يفك او يحرر، تو فري. فاحنا زي اللي كنا متربطين كده وبعدين عمل لنا ريليس، فكنا، يحرر. فيقول يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. ده كل ده وجه واحد من الفداء، ازاي الصليب والقيامة عملوا حرية او عملوا خلاص، اللي بنسميها ريسكيو او ريليس. الكلمتين يمشوا معانا وموجودين في لغة الانجيل. ده المعنى اللي قاله المسيح ببساطة في الوعظة بتاعت نيقوديموس. قال له ايه؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل، بذل دي الفداء، ده الصليب والموت، ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. يبقى المسيح ما جاش ديان، لو كان جه ديان يبقى كلنا كنا رحنا الدينونة. المسيح جه مخلص، مخلص يبقى في مشكلة، جاي يخلصنا من المشكلة. فالغاية دلوقتي بنقول مخلصي او خلصنا، ليه؟ لان فضل خطوة الموت لسه، عشان ايه؟ لما نحط راسنا خلاص نخلص بقى من كل الهم ده. برضو مرة تانية يقول بولس اذ اعتقتم، خلي بالكوا كلمة العتق العربي القديم ده معناه الحرية، اللي هي بالضبط نفس فكرة الخلاص. واحد تخلص من العبودية، تحرر. فهنا برضو ايه؟ نفس المعنى، صرتم عبيدا للبر. يعني انا بقيت ماشي ورا المسيح كأني عبد للبر. الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. بدل ربنا بمحبته قدم ابنه الوحيد يفدينا كلنا، طب يبقى ايه اللي فاضل؟ يبقى السمك مش غالي عليكم؟ يبقى النتيجة الطبيعية بدل انتوا احرار ترجعوا زي آدم وحواء تاخدوا السماء. هم اترفضوا من السماء بسبب العبودية، بسبب الفساد، بسبب الخطية. طب اتشالت الخطية واتشالت العبودية، نرجع ناخد السماء تاني. يبقى الخلاص قلنا من الموت الأبدي، والخلاص من سجن الخطية، والخلاص من سلطان إبليس. دي كلها معاني مرتبطة بالإيه؟ بكلمة خلاص. المعنى التاني ريديمشن أو توريديم. معلش مش قاصد اتفلسف انجليزي، انا عاوزكم تحفظوا كم كلمه بالار لانها في العربي ما تجيش. الفداء او الكفاره او دفع الدين، في ناس ما بتحبش الحته دي، بتفتكرها ايه؟ عمليه قضائيه قانونيه. بس الانجيل ذكرها والقديسين اتكلموا فيها كتير قوي، حته النيابه عنا، حته دفع الديون عنا، حته انه خد المديونية أو هو اللي أدينا كمتهم بدلنا. كل البدلة الحاجات دي موجودة في كلام الإنجيل وكلام الأباء. فهنا يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. يبقى حصل المغفرة بالدم كفدية، ودي طبعا أقرب حاجة بقى لموضوع الفصح وفكر اليهود والعهد القديم. واضحة؟ فاكرين هم كانوا بيعملوا ذبايح ودم طول النهار. اليهود دول عايشين في فكرة الدم جدا، من أول ما شافوا الدم قال أرى الدم فأعبر عنكم. فاكرين الفصح ابتدى بالحكاية دي. بعد كده بقى كل يوم في دم، عشان يفضلوا فاهمين كل خطية تحتاج إلى دم، أجرة الخطية موت، وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يبقى في جانب من الصليب اسمه جانب الكفارة، التكفير بدم المسيح. يبقى احنا ركزنا على فكرة الخلاص والإنقاذ، أيوة، لكن في جانب آخر اسمه الفداء، دفع الدين، دم الكفارة. يقول إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض. عارفين فكرة الصك دي؟ دي اللي بنرنم بها يوم الجمعة الكبيرة، يا من في اليوم مزق كتاب يد خطايانا. يعني ايه؟ انت عارفين واحد عليك انبيالة تسجنه تأبيدة، عليه ورق ماضي عليه مديون بأرقام فلكية. طب الورقة دي لازم يحصل لها ايه؟ تتقطع عشان تطلع براءة. اما هو عمل كده، مزق، محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا. يبقى هنا في عملية شبه قانونية، انا علي تهم، انا علي قانون، انا علي حكم، انا مديون ومش هطلع من سقف سنتي دي. طب هو لازم يتصرف.
ورفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. وفي نفس اللحظة دي من وجه آخر مسك الشياطين اللي هم مدينيني دول جردهم كلهم وظفر بهم في الصليب. جردهم يعني ايه؟ ما هم دول زي الرتب كده، زي النيشين، لواءات الشياطين يعني، شال منهم كل الايه الحاجات بتاعته، فما بقى لهمش قوة علينا. ليه؟ يجي الشيطان يقول لك انا، تقول له لا 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 خلاص العب بعيد، انت مالكش عندي حاجة، انت خدت حسابك او انت ايه اتفهم مع الكبير بتاعي، انا خلاص انا ما عنديش حاجة ادفعها لك. واضحة؟ عشان كده الشيطان ملوش سلطان علينا. ليه؟ لان احنا خلاص اتغطينا بدم المسيح، فاحنا ما يقدرش يتكلم معانا خالص. متبررين مجانا. كلمة مجانا برضو مفيدة. ليه؟ لان في مبلغ او دين او تمن غالي قوي هو دفعه، بس انا ما دفعتش في حاجة، لان انا المملكش، انا كانسان ادفع ايه انا في تمن خطاياي؟ فمجانا بررني بنعمته بالفداء الذي بالمسيح يسوع. يقول إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، وعاوز يقول المسيح جه شايل جسدنا لكن هو بلا خطية، بس الجسد ده شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية، يعني جاي عشان موضوع الخطية دي، فأدان الخطية في الجسد كي يتم حكم الناموس فينا، كأن الحكم تم خلاص. يبقى اللي حصل في المسيح يبقى الحكم تم خلاص وبطل. فأنا دلوقتي بعد المعمودية ما عليهاش أحكام، وطول ما أنا بلزق بالتناول في المسيح يبقى أنا ما إيه تبع المسيح مش تبع الشيطان. اللي يأكد أن فكرة الدين والمديونية دي فكرة كتابية، أن المسيح نفسه حكى مرة مثل، قال كان لمداين مديونان. فاكرين الحكاية الحلوة دي بتاعت سمعان الفريس؟ كان عاوز يقول له إيه؟ انت باصص للست دي انها وحشة قوي، طب انا اقول لك حاجة، انت مديون وهي مديونة وكل البشر مديونين، وهو في واحد هيدفع الدين بتاع كل الناس، فرقت بقى اللي عليه 500 من اللي عليه 50؟ عارف ايه الفرق؟ اللي عليه 500 ايه؟ هيقدر اكتر، هيحب اكتر، فقد غفرت خطاياها الكثيرة لانها ايه؟ احبت كثيرا، لانها دريانة باللي انا عملته، وعارفة يعني ايه تمنها، القصة تمنها غالي. انما انت فاكر نفسك مش مديون، يبقى الكل مديون، وتسديد الدين جه في لغة المسيح له كل المجد. طيب مع المسيح صلبت دي حصلت امتى بقى؟ خلي بالكم، تاني بأكد، كنيستنا علمتنا المسيح مات على الخشبة وقام بجسده، أعطانا قوة الموت والقيامة في المعمودية. فالآية بتاعت مع المسيح صلبت دي حصلت معاك امتى؟ يوم ما اتعمدت، مش في اليوم اللي ما صلب فيه المسيح. اليوم اللي صلب فيه المسيح صلب بجسده الخاص فاديا للبشرية كلها، دافعا لتمن كل البشر. حضرتك خدت النعمة دي، خدت الفداء والخلاص والحرية والمصالحة، خدت ده كل يوم ايه؟ يوم ما نزلت المية اللي فيها الروح القدس ومت مع المسيح، فقمت انسان جديد مختلف. ابوك ربنا خلاص، مش عليك اي احكام، في حرية مجد اولاد الله. ادي مع المسيح صلبت، احيا لا انا بل ايه؟ المسيح يحيا فيه. فما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني وسلم نفسه لاجلي. تاني من كلمة من اجلنا. طيب ننقل على يبقى الفداء كده. خلي بالكم الاولانية كانت ريسكيو او ريليس، التانية ريديم او ريدمشن اللي هي فكرة الفداء. يبقى الفداء معناه كفارة، معناه دم. وهنا لما نرجع لفكر العهد القديم كان لازم الذبيحة تكمل يأكلوا منها، يأكلوا منها يا إما الكهنة، وفي نوع من أنواع الذبائح كان يأكل منها اللي قدمها، عشان ربنا كان قاصد أن في العهد الجديد ذبيحة المسيح اللي على الخشبة اللي قام من الموت، هذا الجسد اللي مات وقام، أنا وإنتوا هنعمل إيه؟ هنأكل منه، هنشترك فيه عشان نثبت فيه ويثبت فينا. فيبقى قوة الحياة النابعة من صليبه وقيامته دخلت فينا، عشان كده ضرورة للتناول. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي، يأكلني يحيا بي.
إن كان أحد لا يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه ليست له حياة فيه، يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية. المعنى الثالث reconciliation، ري برضو ار يعني المصالح. يبقى الأولانية ريليس أو ريسكيو، يحرر أو يخلص. الثانية ريديم يعني يفدي أو يكفر. الثالثة يصالح. يصالح يبقى في زعل، يبقى في خصام، يبقى في عداوة. كل ده اتقال في الإنجيل عشان في ناس بتنكره. لا، الإنجيل اتكلم عن عداوة وعن خصام أو عن نزاع أو عن انفصال شديد بين السماء والأرض. خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين، من ساعة خطية آدم خلاص البشر فيكم وربنا فيكم، لغاية ما جه المسيح الذي هو إله حق من إله حق وإنسان حق من إنسان حق، فابتدى يعمل المصالحة. تممها إمتى؟ على الخشب. عشان كده حتى أثناسيوس يقول ده قصد يموت في النص بين الأرض وبين السماء عشان يوضح معنى المصالحة. يقول فيه في المسيح سر أن يحل كل الملء، أن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم الصليب. يبقى المصالحة اكتملت بدم الصليب، سواء كان على الأرض أو في السماء. وانتم يا بشر اللي كنتوا بعاد أجنبيين، مش أجانب يعني، معناها strangers يعني مش تبع ربنا، انتوا ما كنتوش تبع ربنا، دلوقتي بقيتوا تبع ربنا بالمصالحة دي، بالاتفاق الجديد ده. صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت. يبقى في جانب مهم في الصليب، أن الصليب أصلحنا بالآب، عمل المصالحة. عشان كده احنا تلاحظوا في كل قداس نبدأ بصلاة الصلح ونرفع الإبروسفارين بعدي، يعني بعد المصالحة عينينا في عينين ربنا، خلاص هنقرب منه ونتناوله، خلاص هنلمسه كمان. ليه؟ لأن كان فيه زعلة. وحتى تكمل قبل المصالحة لما ابونا يغطي عينيه كده باللفافة كأنه في مسافة بينه وبين ربنا، بعدين يسيب اللفافة ويشيل الإبروسفارين وكأنه بيقول للشعب مبروك عليكم اتصالحنا مع ربنا، خلاص تقدموا وقربوا، خلاص ما عادش في مسافة. واضحة؟ كل ده بإيه؟ بالصليب والقيامة. طبعا أنتم كنتم قبلا أجنبيين، صالحكم في جسم بشريته بالموت ليحضركم. بصوا يحضركم دي زي تقدموا بالظبط، بيشدكوا ليه كده، تعالوا قربوا بقى، إيه هتبقوا قديسين، لأن ما عادش في مانع من أنك تقرب من ربنا دلوقتي بعد المصالحة. بنفس المعنى في كولوسي يقول شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. بقينا شركة مع ملائكة. إيه اللي يلمنا مع الملائكة؟ هم يقولوا أجيوس وإحنا نرد عليهم أجيوس، ما إحنا بقينا عيلة واحدة خلاص، ما إحنا دلوقتي ما فيش مسافة بيننا وبينه، سمائيين وأرضيين الخط مفتوح دلوقتي. المصالحة كمان جت في أفسس لما بيقول هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. بتبان قوي يوم الجمعة الكبيرة لما نحتفل أن الحجاب اتشق من فين؟ من فوق إلى أسفل، لأن اللي عمل المصالحة المسيح نفسه، فشق الفاصل، الحجاب ده اتشق، يعني يلا إيه مفيش حجاب بيننا وبين ربنا تاني. يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا، حتى مصالحة كل البشر ما عادش يفرق يهودي ولا أممي، خلاص المصالحة دي مع الآب السماوي ومع السماء ومع كل البشر في شخص المسيح. به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، كلنا نرجع السماء من خلاله في مصالحة كاملة. في روميا نقول برضو معنى المصالحة كنا ونحن أعداء. يبقى احنا اللي عملنا نفسنا أعداء لربنا، وربنا ما بيعاديش حد، بس احنا بكسر الوصية صرنا أعداء. صلحنا مع الله بموت ابنه. واضح الفكرة؟ يبقى المصالحة تمت ازاي؟ بموت المسيح احنا اتصالحنا مع الآب. بالأولى دلوقتي واحنا متصالحين يبقى ايه سهل نلزق فيه ونثبت فيه ونعيش بيه عشان نوصل للسماء. إذن المصالحة ببساطة هي أساس فكرة الكنيسة. ليه بنقول الكنيسة حتى من السماء؟ لأن في مصالحة. المعنى ده مش موجود في العهد القديم. في العهد الجديد الكنيسة حتى من السماء، أو الكنيسة تمثل السماء. ليه؟ لأن عمانوئيل إلهنا في وسطنا،
لأن خلاص ما عادش في عداوة ولا خصام ولا مسافة بين السماء والأرض. آخر معنى بقى الرينيول أو ريكرييشن، اللي هي التجديد أو الخلق الجديد أو الطبيعة الجديد. ده بقى المعنى اللي كتير من المعترضين أحيانا على مفهوم العقاب أو البدل أو النيابة أو حتى معترضين على فكرة دفع الدين، أحيانا يكونوا معترضين بيركزوا عليه. هو وجه من أوجه الصليب ما نقدرش نتغافله. ليه؟ حصل بالصليب والقيامة عملية خلق جديد للبشرية. البشرية الأولى تشوهت من أول آدم وحواء. الخطيئة عملت إيه؟ لوثت البشرية أو شوهتها. فإحنا كلنا كنا شبه ربنا، الشبه ده اتلخبط. فبالصليب والفداء، بداية من التجسد واكتمالا بالفداء صليب وقيامة المسيح، استعدنا الشكل اللي راح مننا. فاللي بنسميها بقى الطبيعة الجديدة أو الخليقة الجديدة، لأن الفساد اللي دخل طلع أو اتغلب زي مرض، وبعدين خدت له الدواء فالدواء وقف المرض. الأنتي دوت بتاعه، الدواء المضاد بتاعه، هو جسد ودم المسيح. بصوا التجديد ده بقى اتقال حاجات كتير، مثلا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. اللي فات ده مات خلاص، الأشياء العتيقة مضت، الكل صار جديدا، والكل من الله الذي صالحنا. يبقى المصالحة تعني ان احنا بقينا ايه؟ حاجة جديدة خلاص. واضحة؟ حتى صدقوني في لغتنا لما اتنين يزعلوا من بعض، انا طبعا التشبيه قاصر، والزعلة تكون مطولة بالسنين، وبعدين يتقابلوا ويتصالحوا، وبعدين واحد يجي يقول حاجة من حاجة زمان، يقول له بص النهاردة ده عمر جديد لينا، دي بداية جديدة، ده شكل جديد من العلاقة. اللي فات ده كله مات، احنا اتصالحنا، فاللي جاي ده كله جديد في جديد. فهمتوا المعنى؟ فده مجرد لتقريب الفكر. وعشان كده احنا نيجي في المعمودية نقول بيحصل فيها ايه؟ ولادة جديدة، طبيعة جديدة، هي نفس البشرية بس ايه؟ طلع منها الفساد، نطفد بقى، فأصبحنا خليقة جديدة. ده وجه آخر من أوجه الفداء، إن دم المسيح هو اللي عمل كده. مرة تاني يقولها في كولوسي مثلا، يقول فيه يقوم الكل، يعني الكل هيقوم بطبيعة جديدة، رأس الجسد الكنيسة بكرا من الأموات يكون متقدما في كل شيء. يقول لنكون قديسين في أفسس بلا لوم، سبق فعينا للتبني. هنا نفس المعنى بقى، الخلق الجديد ده اللي بنسميه في حتة تانية أو في حتة كتيرة التبني. بقينا أولاد ربنا، احنا لغاية لحظة ما المسيح مات وقام احنا ما ينفعش نقول ربنا أبونا، لأنه خلاص احنا مشينا ورا الشيطان فبقى أبونا إبليس، والمسيح قال لليهود أنتوا أولاد إبليس. إنما بعد موته وقيامته وبعد المصالحة رجعنا بالروح القدس نقول إيه؟ بابا ربنا. بالمعمودية بقينا نقول ايه؟ يا رب احنا بتوعك بقى، احنا ولادك دلوقتي. يبقى اللي رجعنا للبنوة او اللي ادانا التبني خلانا ولاد ربنا هي المصالحة، اللي ادتنا طبيعة جديدة، فطبيعتنا الجديدة وخلقتنا الجديدة بقينا تبعه، فبقينا تبعه نقول له انت ابونا. عشان كده الفداء يكمل بفكرة الخلق الجديد والتبني. يقول سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. يقول يفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، يبقى الفداء جاب لنا التبني. لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل خدتم روح التبني. كل دي بركات الفداء. نقول مرة تاني ان احنا ايه؟ ما زلنا نئن في اجسادنا متوقعين التبني في اجسادنا، يعني يكمل في السماء لما نخلع اجسادنا. لبستم الجديد الذي يتجدد، ادي الرينيول. الرينيول يعني ايه؟ حاجة هتبقى جديدة تاني، فاسمها رينيول. يبقى التجديد بنشوفه بقى في فعل الصليب، والتجديد ده هو حركة التوبة المستمرة. ليه؟ كل ما تمشي في الدنيا تتوسخ تتشوه مرة تاني. طب ايه انا اتعمد تاني ولا ايه؟ لا، هي لعبة، والمسيح مات مرة انت تتعمد مرة، انما ترجع تستحمى بالتوبة.
فترجع جديد تاني زي ما اتعمدت وتثبت بالتناول فيبان عليك الشكل الجديد. فالشكل الجديد ده بتاع السماء، انت تبع ربنا، انت خليقة جديدة، انت طبيعة جديدة، لان المسيح دفع الثمن، لانه عمل المصالحة، لانه مات وقام، لانه ادانا الحياة الابدية، لاننا خلانا اولاد ربنا. تلاحظوا انه ما ينفعش اختزال الصليب لفكرة واحدة، من قوة الصليب والقيامة تقول مصالحة صح، تقول خليقة جديدة صح، تقول كفارة صح، تقول دفع الدين صح، تقول النيابة صح، تقول أبطل الموت صح، تقول كل ده صح. ليه الناس عاوزة تاخد تعبير واحد وتلغي تعبيرات أخرى؟ تقول العدل والرحمة تصالحوا صح، تقول محبة ربنا بانت قوي على الصليب برضو صح. فالتشكيك في زاوية من زوايا الصليب ده كلام فلسفي ما يفيدناش. احنا فرحانين بصليب المسيح، عارفين يعني ايه خدنا الحرية، خدنا الريليس او الريسكيو، خدنا الريدمشن يعني الفداء، خدنا الريكونسليشن يعني المصالحة، واخيرا بناخد الرينيول. عشان كده بصوا لاخر حاجة، الصليب الاخراني ده، افتكروا الاربع كلمات دول، عربي انجليزي براحتكم بقى، بس المهم ايه تفتكروا المعنى ده، ان احنا بالصليب طبعا انكلودنج القيامة، لان الصليب كان لازم يكمل بالقيامة، يعني يدفع ثمن خطايانا ويفدينا ثم يقيمنا بطبيعة جديدة بقوة قيامته فيدينا الحياة الابدية. اذا هنا نلنا الخلاص، وبالتالي ده معناه بالفداء دفع الدين والكفارة، وبالتالي اتصالحنا مع السماء، رجعنا تاني ناس تبع السماء، وكده احنا عايشين بطبيعة جديدة تكمل في السماء لما نوصل هناك لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.